افتتحت أعمال المنتدى الثاني للابتكار وريادة الأعمال في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بتنظيم من كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين وبحضور الأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين، الذي تحدث عن أهمية هذه الملتقيات ودورها في إثراء الطلبة والمشاركين فيها من خلال ما تقدمه من معلومات وخبرات جديدة. وتهدف كلية تقنية المعلومات من خلال هذا المنتدى إلى تشجيع الطلبة الذين لديهم القدرة والرغبة في ريادة الأعمال على البدء بمشاريع جديدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين، كما وتسعى إلى تحقيق أهداف البرامج التي تطرحها وتقوية مخرجاتها التعليمية، الأمر الذي يتطلب إعداد الطلبة لتأهيلهم للنجاح في حياتهم المهنية في مجال تقنية المعلومات سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي. ويستضيف هذا المنتدى عددا من رواد الأعمال في مجال تقنية المعلومات الحديثة من داخل مملكة البحرين وخارجها، حيث يطرحون قصص النجاح والتعلم من الفشل وثقافة ريادة الأعمال وكيفية الحصول على التمويل وحماية الملكية الفكرية واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعي في ريادة الأعمال وكيفية إنشاء نظام بيئي لريادة الأعمال في تقنية المعلومات والاتصالات. حقيقة الملتقيات التي تقيمها الجامعة هي ملتقيات أولا لمشاركة أعضاء هيئة التدريس في الالتقاء بزملاء لهم من خبرات من خارج البحرين، وكذلك أعطاء طلابنا فرصة لأن يستمعوا لهؤلاء الخبراء وأيضا خبراء الجامعة، فدائما هي العملية للارتقاء بما هو موجود، الاستماع إلى أفكار جديدة، مشاريع جديدة، تعاون مشترك وهل مجرى. الجامعة حصلت مؤخرا وهذا شيء نفتخر به بالاعتماد عالمي لبرامجها في نظم المعلومات. هذا المؤتمر يركز على قضايا ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال، وحيعطي طلابنا فرصة للاستماع إلى مختصين من خارج البحرين وكذلك أساتذتنا. أهدف هذه الملتقى إلى تشجيع الطلبة على ريادة الأعمال وتعريفهم بالفرص المتوفرة وفائدة ريادة الأعمال اللي تعود عليهم وعلى البلد. بيتحدث اليوم عندنا نخبة من رواد الأعمال من البحرين ومن الخليج العربي ومن خارجها، بيتحدثون عن خبراتهم وقصص نجاحهم، وهذه يصب في تحقيق الهدف الكلية بتأهيل الطلبة بيكونون خريجين ناجحين في أعمالهم أو في ريادة الأعمال. حتكلم اليوم عن تقنية جديدة صارت كتير يعني مشهورة في الفترة الأخيرة، هي اسمها ماشين ليرنينج أو تعليم الماشينز أو الأجهزة. يعني في الآونة الأخيرة العشر سنوات الماضية صار كتير من الشركات تستخدم هاي التقنية لتحسين المنتجات تبعونها أو لتحسين خدمات العملاء أو لتسريع تسويق المنتجات إلى الماركت يعني نفسها. فان شاء الله نحكي يعني شو احدث التطورات في هذا المجال وكيف العملاء ممكن يستخدموا او يبداوا في استخدام وتكريس هاي التقنيات لتحسين البرودكت والمنتجات حقهم ان شاء الله.